قالوا ناس زمان وعرفوا ما قالوا، ثلاثة يطولوا العمر، الدار الفسيحة والمرأة المطيعة والفرصة سريعة، وثلاثة يعمروا الدار، الحرت بالغبار والفحول الصغار والزواج ببنت الكبار، وثلاثة خسارة، البني في الدار صغيرة والحرت في أرض حجيرة والغلط في المرأة القصيرة، وثلاثة عدياني، عيني ودني ولساني، لو كان ما جوش هما نروح القبر يهاني. وكما قالوا ناس زمان، ثلاثة يقلوا الصحة، الزواج بالمرأة المعفونة ومشيان الحفا وهزان الدري على القفا، وثلاثة يربحوا النعجة والعويجة والنحل علاجة، وثلاثة من الجنون، الرايح للسوق بلا مال والرايح للبير بلا حبال والجالس وسط الجماعة وما دارش البال.